المقالح حاضرا هنا في مأرب بروحه وشعره بعبارات تردد: الخوف عار، الصمت عار، من نحن عشاق النهار. تشرق شمس مأرب مجددا في معرض ثان للكتاب، وفي تظاهرة ثقافية ومعرفية تؤكد أن الحرب وإن طالت لا يمكن أن توقف شغف الناس للثقافة والمعرفة. دورة عبد العزيز المقالح رد اعتبار لهذه الهامة الكبيرة جدا لما قدمته من إبداعات في سبيل إثراء الثقافة اليمنية. حقيقة ما جرى في هذا المعرض هو عرس ثقافي كبير جدا تشهده هذه المدينة وكل المدن الحاضرة والثقافية. أكثر من 25 دار نشر عربية ومحلية وأقسام للتراث والثقافة احتواها معرض مأرب الثاني للكتاب الذي شهد إقبالا كبيرا في يومه الأول، إقبال جسد الحياة الطبيعية والسلام في مدينة تصدرت عناوين الحرب خلال الفترة الماضية. استطعنا التغلب على العراقيل، كان هناك صعوبة في وصول بعض الناشرين الذين أرسلوا كتبهم لتعرض عبر توكيلات لدور نشر محلية. هناك مشاركة لأكثر من 30 مكتبة ودار نشر، هناك الكتاب الإلكتروني حاضر هذه المرة لأول مرة في معرض مأرب. هذا دليل على ما تشهده مأرب من تنمية ومن حراك ثقافي ومعرفي كبير. طبعا أنا أعتبر معرض الكتاب للمرة الثانية هو إصرار من مأرب على انتصار السلام، على انتصار العلم، على انتصار الثقافة. عمل عظيم فعلا انتصر مأرب على نشر الوعي في أجواء الحرب هذه. يمثل معرض الكتاب في مأرب متنفسا للثقافة والعلم لملايين النازحين، وأملا في إحلال السلام وعودة الحياة. سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا فجوة للنور أو متنا على وجه الجدار. هكذا مأرب تتكلم بلسان المقالح في معرضها الثاني للكتاب. محمود الحميدي لقناة العربية، مأرب.